وإن مراعاة مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والعرف والعادة أحد أهم شروط الفتوى والخطاب الدين الرشيد على حد سواء. وقد أكد علماؤنا الأوائل أنهم اجتهدوا لعصرهم هم في ضوء ظروفهم وأحوالهم هم، وأن علينا فيما يتصل بالمتغيرات والمستجدات أن نراعي ظروف عصرنا وأحواله، وألا نوصد أبواب الاجتهاد. إن من أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وأعرافهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وقد عدوا ذلك خلاف الإجماع وجهالة في الدين. بل إن أبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله وغيره من كبار الفقهاء والعلماء ذهبوا إلى أن الأحاديث المبنية على العادة يختلف استنباط الحكم منها باختلاف العادة، بل ذهب أبو يوسف رحمه الله إلى أبعد من ذلك فقال: إذ لو كان صاحب النص صلى الله عليه وسلم بيننا عند تغير العادة لغير النص. إنها شجاعة الوعي والفهم والتجديد المنضبط بضوابط الشرع.